عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هكلمك عن برفيوم من اوريفليم اسمه ماي ديستني. البرفيوم ده اودو برفيوم 50 مللي، صناعة سويدي. البرفيوم ده عظيم بجد، يعني بجد عظيم، يعني مش عارفة. بصوا، مختلف جدا عن اي برفيوم هتجيبوه، وفي نفس الوقت هادي وناعم. بنات اللي بتحب الروائح الهادية والناعمة، وفي نفس الوقت بنات اللي عندها جيوب انفية مش هتتأذي من البرفيوم ده، بالعكس هادي وجميل. مكوناته لطيفة، يمشي في فصل الصيف في الليل والنهار، ويمشي في الشتاء كمان، بس هو اكتر في الصيف بيدي انتعاش ويعني احساس حلو ومريح، يعني في الصيف بالذات بقى في الحر والحاجات دي كلها، مش مؤذي ابدا، حلو جدا وخفيف، مش هتزهقوا منه بجد. غير اللي شكل الازازة، بص شكلها عامل ازاي، شكلها شيك جدا. وبص الغطا، الغطا بتاعها فظيع بجد، ازازة يعني متكلفة. البرفيوم ده هو عطر اللوتس وتوت وجريف فروت مكوناته، يعني وهيلوتروب، مش عارفه ايه هيلوتروب ده يعني، بس هو يعني فيه هيلوتروب، فاوينيا والمشمش، وفيه براعم البرتقال، وفي القاعده بقى فيها باتشولي وفانيليا. مكوناته حلوه ولطيفه، ينفع لكل الاذواق، وينفع كمان لو انتي في الجامعه تحطيه، مش هيبقى واضح قوي غير مثلا لو واحده صاحبتك بتسلم عليكي او حاجه، هي ممكن تشمه، انما مش هيبقى من البرفيوم اللي ظاهر قوي. ثباته حلو لانه اودو برفيوم، فثباته بيبقى عالي وكويس، وكمان البرفيوم بيظبط في الملابس القطنيه ممكن ليوم واتنين كمان، يعني مهما يكون هي دي هيظبط معاكي في الملابس القطنيه، صيف شتاء هيظبط. يعني هو ثباته من 4 ساعات ل6 ساعات. بالنسبة بقى للبنات المخطوبة وكده، هيمشي معاكي فترة الخطوبة، ويمشي معاكي كمان في شهر عسل في الجواز، هيبقى حلو جدا وحاجة صيفية ومريح جدا. بس هو ده فيديو النهاردة، اتمنى ان هو يكون عجبكم، واللي جابوا ماي ديستني يقولي لي رأيهم فيه. يلا باي باي.